قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبو الخيل أن أعداد المسجلين في برنامج حساب المواطن وصلت حتى الآن إلى 1,700,000 مسجل، منهم 1,100,000 بياناتهم مكتملة. وبرنامج حساب المواطن هو برنامج وطني أنشئ لرفع كفاءة الدعم الحكومي للمواطنين المستحقين بشكل مباشر، حيث يعتبر مقدار الدخل الشهري للأسرة هو المعيار الرئيسي في البرنامج، وتم تقسيم المستفيدين من البرنامج إلى 3 فئات: أصحاب الدخل المحدود والمتوسط وفوق المتوسط، والذين سيستفيدون من البرنامج بشكل جزئي. والحديث أكثر مشاهدينا حول الموضوع، ينضم إلينا هاتفيا المشرف العام على حساب المواطن المهندس ماجد العصيمي. أهلا بك. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. في البداية، يعني آخر الإحصائيات حول عدد المسجلين بحساب المواطن، ما هي آخر الإحصائيات؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلت الإحصائيات الآن بالنسبة للمسجلين تجاوزت الحمد لله 1,960,000 عبر البوابة، 1,350,000 وأكثر أكملوا بالكامل جميع بياناتهم، هذا بخلاف الجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي والذين تم يعني إضافتهم بشكل آلي وتلقائي من قبل الوزارة. نعم، لاحظنا الإحصائيات أو لاحظنا أن الإحصائيات أن ثلث المسجلين أدخلوا بيانات خاطئة، ما هو السبب برأيك؟ بالنسبة للبيانات، حتى أؤكد مرة أخرى، معظم البيانات المدخلة صحيحة، وهناك تحقق مباشر من هذه البيانات في ربطنا مع الجهات الأخرى. بالنسبة لبعض المسجلين لديه الفرصة في العودة والدخول وتعديل البيانات إذا كان يعتقد أن البيانات المدخلة غير دقيقة، خصوصا في موضوع الدخل والجانب العقارات. أما بقية البيانات فهي بيانات دقيقة، ولا يستطيع المستفيد أو المواطن أنه يسجلها بشكل غير صحيح فيما يخص بياناته حالته الاجتماعية والتابعين إلى ما إلى ذلك. أما فيما يخص الدخل والعقارات، فإذا كان المواطن أدخل بيانات غير دقيقة يستطيع أن يرجع في وقت البوابة ويعيد تسجيل بياناته بشكل دقيق. نعم، أعلنتم في وقت سابق أن هناك عقوبات ستطبق على من أدخلوا بيانات خاطئة، ما طبيعة هذه العقوبات؟ أولا أحب أن أؤكد أنه البرنامج بني على الإفصاح، والسبب في ذلك للتسهيل على المواطنين. سابقا مثل هذه البرامج كان يطلب من المواطن أن يثبت كل معلومة يضيفها بمستند نظامي واضح في هالجانب، فيضطر المواطن أن يزور عدد من الجهات لإكمال ملفه والتسجيل في مثل هذه البرامج. اليوم في هذا البرنامج المواطن عبر البوابة الإلكترونية يسجل بياناته، نفترض أنها صحيحة 100%، ونفترض أن جميع المواطنين مواطنين صادقين وصالحين وهذا هو الأصل، ولكن الاستثناء من هذا الجانب لو لا قدر الله حاول البعض التحايل على البرنامج بإدخال معلومات غير صحيحة، فسيتم تحويلهم وتحويل هذا الموضوع إلى الجهات الرقابية والقانونية للبت في هذا الجانب. نعم، ما توقعاتك للعدد أو لعدد المواطنين الذين سيسجلون في الحساب؟ وحقيقة الحساب المواطن سيكون مظلة لجميع برامج الدعم الحكومي، فنتوقع من جميع المواطنين التسجيل بغض النظر عن حجم دخلهم. هذا البرنامج من خلاله سيتم إدراج جميع البرامج مستقبلا التي سيتم دعم المواطن من خلالها، وعدد منها الجديدة منها يعني وردت في وثيقة التوازن المالي التي أطلقت مع الميزانية، وبقية البرامج السابقة الموجودة سابقا أيضا ستضاف للبرنامج مستقبلا. فنتوقع من الجميع حقيقة التسجيل وفتح حساب في هذه البوابة للتحضير لتلك المراحل مستقبلا بإذن الله. المشرف العام على حساب المواطن ماجد العصيمي، المهندس ماجد العصيمي، شكرا جزيلا لك.